ناشطون يحيون جمعة للمطالبة بخروج المسلحين من حديقة 21 مارس. اللقاء المشترك يعتبر قرارات التعيين الأخيرة مخالفة للاتفاقيات وإرباكا للمشهد السياسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة السهيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أحيا عدد من الناشطين في العاصمة صنعاء جمعة للمطالبة بخروج المسلحين من حديقة 21 من مارس الذين أطلقوا عليها حديقة 11 من فبراير. الناشطون جددوا دعوتهم للدولة بالقيام بواجبها الدستوري والقانوني في حفظ أمن واستقرار البلاد، محذرين من استمرار احتلال مؤسسات الدولة من قبل ما يسمى باللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي. وطالب الناشطون جماعة الحوثي بالالتزام بمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة اللذين ينصان على تسليم الأسلحة الثقيلة للدولة والانسحاب الكامل من المدن، وكذا تسليم حديقة 21 مارس التي أصبحت مقرا عسكريا لجماعة الحوثي حد قول الناشطين. وحمل الناشطون جماعة الحوثي كافة المسؤولية لما قد تتعرض له البلاد من انهيار اقتصادي وأمني بسبب قبضتهم الأمنية والعسكرية على كافة مرافق الدولة. وتأتي هذه الجمعة التي دعا إليها الناشطون فيما لا يزال مقر الفرقة الأولى مدرع في قبضة مسلحي جماعة الحوثي، إذ سبق وأن أعلنت الجماعة عن تسليمها للمقر، لكنه حتى اللحظة لم تتم عملية تسليم لأسباب مجهولة. عبر التجمع اليمني للإصلاح عن قلقه من تصاعد التدهور الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها استمرار إزهاق الأرواح وانتهاك حرمات المنازل وعمليات الاختطافات والاعتقالات والتعذيب الممنهج للناشطين السياسيين والحقوقيين من قبل الميليشيات المسلحة. وقال بأنها أفعال تدل على إمعان تلك الميليشيات في إهانة سلطة الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية. وعبر الإصلاح عن أسفه لإخفاق عملية التواصل المباشر مع الحوثيين في وقف الاستهداف الممنهج لمقرات الإصلاح وكوادره واستمرار احتلالهم للعشرات من مقراته في العاصمة ومحافظات عمران وصنعاء وإب، مطالبا الحوثيين بتنفيذ التزاماتهم وفقا لاتفاق السلم والشراكة. ووصف الإصلاح التعيينات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية بأنها استمرار لعملية الإقصاء للقوى السياسية لصالح جماعات العنف المسلح، مطالبا الرئيس والحكومة التقيد بالاتفاقات التي تحكم المرحلة ابتداء بالمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية وانتهاء باتفاق السلم والشراكة. اختتم أمس في العاصمة صنعاء اللقاء التشاوري الموسع لرؤساء الدوائر السياسية بالتجمع اليمني للإصلاح. اللقاء الذي ضم رؤساء الدوائر السياسية في المحافظة وقف أمام مستجدات الوضع على الساحة الوطنية وما يمر به الوطن من تحديات تؤثر على حاضره ومستقبله. المشاركون في اللقاء طلبوا القوى السياسية تحمل مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ على كيان الدولة والسعي نحو بناء اليمن الجديد وفق مخرجات الحوار الوطني والالتزام الجاد بما ورد في اتفاق السلم والشراكة، وكذا الإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات. كما دعا المشاركون الدول الراعية للمبادرة الخليجية للوقوف مع اليمن في هذه الظروف الحرجة التي قد ينزلق فيها اليمن إلى مآلات خطيرة تنعكس على أمن واستقرار المنطقة. وأدان المشاركون حوادث الاغتيالات والتفجيرات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية والتي تهدف إلى خلط الأوراق وجر البلاد إلى العنف والعنف المضاد. المشاركون في اللقاء التشاوري أشادوا بالدور الوطني للتجمع اليمني للإصلاح في تعامله المسؤول مع الأحداث التي يشهدها الوطن
والتي غلب فيها الإصلاح مصلحة الوطن والشعب، وتحمل كل الاستفزازات والتضحيات من أجل السلم والأمن وتجنيب البلاد ويلات الصراع. دعا تكتل اللقاء المشترك الرئيس والحكومة إلى احترام القانون والاتفاقيات الموقع عليها من قبل كل المكونات السياسية، مؤكدا أنه سيكون له موقف واضح ومعلن إذا استمر نهج تجاهل القوى السياسية ونقض الاتفاقات المبرمة وتجاوز مبدأ الشراكة الوطنية المتفق عليه. واعتبر المشترك في بيان له قرارات التعيين مخالفة للإجراءات الواجب اتباعها دستوريا وقانونيا ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، ونبه المجلس الأعلى للقاء المشترك لخطورة استمرار إصدار قرارات تعيين بطريقة مخالفة للقانون والدستور، وتعمل على خلق مزيد من الأزمات وإرباك المشهد السياسي وعرقلة سير العملية السياسية، مطالبا بالعودة إلى الحق وعدم المكابرة وراء الخطأ، مطالبا أيضا بإلغاء تلك القرارات وإخضاعها للتشاور مع المكونات السياسية. نفذ ناشطون وإعلاميون بمحافظة عدن وقفة احتجاجية بمدينة كريتر أمام معبد جين الهندوسي، احتجاجا على الحكم القضائي الصادر من استئناف محكمة الصيرة القاضي بهدم المعبد لصالح مستثمر. وكانت السفارة الهندية في اليمن و13 منظمة مدنية بمحافظة عدن اعترضت على هدم المعبد الذي بني قبل 150 عاما، ودعا ناشطون السلطة المحلية والسلطة المركزية للتدخل الفوري والاطلاع بدورهما وحماية معالم عدن الأثرية والحضارية والحفاظ على إرثها الثقافي والحضاري. شيع أبناء البيضاء جثامين 4 مواطنين و9 من طالبات مدرسة الخنساء اللواتي استشهدن بعملية استهدفت حافلة مدرسية كانت تقلهن في مدينة رداع قبل حوالي أسبوع. وتقدم موكب التشييع الجنائزي قيادات السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية ومسؤولو وقيادات فروع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وأهالي الشهداء والشهيدات. وجدد المشيعون إدانة واستنكار أبناء محافظة البيضاء لهذه الجريمة، مطالبين بتحقيق عاجل وشفاف، كما دعوا الجهات الأمنية إلى الاطلاع بمسؤوليتها ومضاعفة جهود البحث والتحري لكشف من يقفون وراء هذه الجريمة المروعة، تمهيدا لتعقبهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم الرادع. شيع أبناء مديرية السيان بمحافظة إب جثمان الشاب حمود عبد الرقيب برعات الذي قتل على يد مسلحين في نقطة تفتيش تابعة لجماعة الحوثي أواخر الشهر الماضي. اليوم مديرية السيان بمحافظة إب على أصوات الزغاريد، ليس ابتهاجا وإنما صرخة مدوية في وجوه قتلة الشاب حمود عبد الرقيب برعات الذي قتلته عصابات الغدر والإجرام أواخر الشهر الماضي عندما استحدث مسلحو الحوثي نقطة تفتيش جديدة في خط السيان ومدينة القاعدة. حشد مهيب لتشييع الشهيد إلى مسقط رأسه في قرية الدمنة عكست مدى حب أهل القرية لخصائله وأخلاقه. كان صرخة شجب واستنكار وإدانة لهذه الجريمة البشعة التي قام بها مجموعة من قطاع الطرق على الخط العام بدعوى أنهم ينتمون لجماعة مسلحة، ثم ما أن مر هذا الشهيد على الطريق وإذا بهم يصفون حسابات معه ويردونه قتيلا بدم بارد. الجمع الذي شهدتموه والذي نقلتموه على شاشتكم هو إدانة واضحة من أبناء مديرية السياني، حضراء أبناء مديرية السياني كافة اليوم. المشيعون عبروا عن غضبهم واستنكارهم لعمليات القتل التي تطال خيرة شباب اليمن، مرددين هتافات تندد بالقتلة ومطالبين أجهزة الدولة بسرعة القبض على الجناة وإحالتهم للمحاكمة. أطالب بالقصاص الشرعي، أطالب
لإعدامهم كونهم قتلوا ابني عمدا وعدوانا. ما الحب الذي حمله قلب الشهيد للناس حتى يتدافعون هكذا لتقبيل جثمانه بينما أوقف الحزن آخرين؟ لا غرابة في ذلك، فقد كان الشهيد مقداما في الخير، شجاعا في الحق. وأناشد كل قاتل أول ما يبدأ يفكر أنه يقتل إنسان يفكر بقلب الأم كيف تحرق. الحمد لله الحمد لله إن ربي ادي لي القوة وادي لي الشجاعة من قوة ولدي، لأنه ابني كان ما يحبني شبكي. وستبقى جنازة الشهيد حمود عبد الرقيب برعات شاهدا تاريخيا على جرائم الحوثي وميليشياته. نظم طلاب وطالبات المعهد التقني والصحي بمحافظة المهرة وقفة احتجاجية أمام مبنى المجمع الحكومي بالمحافظة رفضا لقرار وزارة التعليم العالي القاضي بإيقاف نظام التجسير، معتبرين القرار يعيق مواصلة الدراسة الجامعية لخريجي المعاهد. وتحدث إلى الطلاب وكيل المحافظة لشؤون الساحل محمد صداعي علي، وأكد أن السلطة المحلية بالمحافظة ستنقل هموم ومطالب الطلاب والطالبات إلى وزارة التعليم العالي، وأن السلطة المحلية تقف إلى جانبهم. وفي رسالته من موجهة للمحافظ الجديد محمد علي الذي أدى اليمين اليوم، يطالبونه بالنظر في قضايا ومطالب الطلاب، وأولها إلغاء قرار وزارة التعليم العالي باعتماد المواد الثلاث والسماح بالمقصة لإتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على البكالوريوس وزيادة عدد الخانات الوظيفية لحملة الدبلوم التقني والسماح بالتطبيق العملي في المنشآت الخاصة والحكومية وتوفير تخصصات أخرى في المعهد التقني والصحي بالمحافظة. خرجنا اليوم لدينا ثلاث مطالب رئيسية. المطلب الأول إلغاء هذا القانون أو القرار الظالم بحق كل الخريجين وكل منتسبي المعاهد الذي يمنعهم من مواصلة تعليمهم. المطلب الثاني مطلبنا التوظيف لكل خريجي المعاهد التقنية، يعني لا توظيف ولا مواصلة تعليم، هذا يعني ظلم لحد لا يرضاه لا شرع ولا كل عادات. أنه يعني يلقون لنا المواد كاملة ويعتمدون لنا ثلاث مواد فقط، هذا بمثابة الظلم في حق الطالب. أين التقدير الاجتماعي من قبل الدولة؟ هذا صراحة كالحرث في الماء، وهل يجوز الحرث في الماء؟ لهذا وقفتكم الاحتجاجية سننقلها إلى الوزارة المختصة اللي هي وزارة التعليم العالي، وسنشرح نحن في رسالتنا لكم، إلا إذا كان عندكم أنتم رسالة أو بيان أو شيء سنرفعها إلى الوزارة، لأن القرار مش بيدنا نحن، مش بيد السلطة المحلية في المحافظة، قرار بيد وزارة التعليم العالي في المركز. أشاد وكيل محافظة عدن نايف البكري بأدوار جامعة العلوم والتكنولوجيا في تخريج الكوادر الكفأة والمؤهلة في شتى المجالات. جاء ذلك في حفل تخرج الدفعة التاسعة من الجامعة والبالغ قوامها قرابة 300 طالب وطالبة. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ناشطون يحيون جمعة للمطالبة بخروج المسلحين من حديقة 21 مارس. اللقاء المشترك يعتبر قرارات التعيين الأخيرة مخالفة للاتفاقيات وإرباكا للمشهد السياسي. نهاية النشرة، جمعتكم مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.